هاي، كيفكن اليوم؟ اليوم موضوعنا كتير مهم ومليان بالمعتقدات الخاطئة يلي هو الميتابوليزم أو معدل الحرق. كم مرة سمعتوا حكي أنه الحرق عندي بطيء أو أنا ورثاني جينات من أهلي وهن الميتابوليزم تبعهم بطيء أو كبرت بالعمر وجسمي ما عاد نزل وزني مثل ما كان ينزل زمان؟ بس بالحقيقة العلم بيقول شي تاني تماماً. رح اشرح لكم اليوم كيف ممكن نرفع معدل الحرق عندكم بناء على ابحاث حقيقيه من 2 من ابرز الاطباء. اول دكتوره هي فوندا رايت، جراحه عظام ومتخصصه بالنشاط والحركه بعد سن ال40، والثانيه هي دكتوره لويزا نيكولا، عالمه اعصاب ومؤسسه نيورو اثليتكس واللي بتشتغل مع رياضيين نخبه لتحسين الاداء العقلي والجسدي. خلونا نحكي شوي عن شو هو الميتابوليزم او معدل الحرق وكيف ممكن نرفعه ونخلي جسمنا يشتغل لمصلحتنا. رح نبلش بالدكتورة فوندرايت، وهي بتأكد على شغلة مهمة أنه الميتابوليزم ما نثابت وممكن نتحكم فيه. بحسب دراسة نشرت بمجلة Journal of Applied Physiology، الأشخاص اللي بيمارسوا تمارين مقاومة بشكل منتظم بيحرقوا لحد 7% سعرات حرارية أكثر وقت الراحة مقارنة بالأشخاص اللي ما بيتمرنوا. وفي دراسات تانية بتأكد أنه بعد سن 30 بنخسر بين 3-5% من عضلاتنا بكل عقد إذا ما بنشتغل على أنه نحافظ عليهم، وهاد بيؤدي لتراجع معدل الحرق بنسبة بتوصل لغاية 7% أو أكثر من بعد سن 40. دكتورة رايت بتقول أنه العضلات هي مو بس قوة، هي النسيج يلي بيحافظ على شباب الحرق. كل ما خسرنا عضل خسرنا قدرة الجسم على حرق الدهون حتى وقت الراحة. الدكتورة لويزا نيكولا بتتخصص بالعلاقة ما بين العقل والجسم، وبتشرح كيف مركز الحرق الأساسي بجسمنا موجود بالدماغ، وتحديداً بمنطقة اسمها الهايبوتالامس أو تحت المهاد. في دراسة بستانفورد بتقول أنه قلة النوم لمدة أسبوع بتؤدي لانخفاض حساسية الإنسولين بنسبة بتوصل لغاية 33% وزيادة شديدة للأكل وخصوصاً السكريات. ورح أعطيكم مثال عليه، أنا الأسبوع الماضي مر علي 3 أيام ما كنت عم بقدر نام منيح، كنت عم أشرب قهوة بوقت متأخر وعم يصير معي أرق 3 أيام ورا بعضها. لما أجا اليوم الرابع أنا صار عندي شراهة شديدة للأكل، فباليوم الرابع لما صار عندي شراهة للأكل أنا صفنت أنه ليش شو صاير. لما رجعت وفكرت بالموضوع لقيت أنه أنا مكسور علي نوم 3 أيام على التوالي، وبالمقابل اليوم الرابع أنا صرت بس بدي أكل معجنات وسكريات. أول ما نمت وعدلت هدول الساعات اللي مكسورة علي فورا راحت الشهية كلياتها ورجعت طبيعي. وهون بيجي دور هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون التوتر. دراسة نشرت بأوبيسيتي جورنال وجدت أنه الأشخاص يلي عندهم مستويات كورتيزول مرتفعة باستمرار بيخزنوا دهون أكثر بمنطقة البطن بنسبة بتوصل ل 18% مقارنة بالأشخاص يلي عندهم توازن هرموني. دكتورة نيكولا بتحذر من هذا الشيء وبتقول الجسم الذكي ما بيحرق دهون وقت الخطر. التوتر وقلة النوم والجوع المستمر بيخلوه يفوت بوضعية التخزين. خليني أقدم لكم أهم 3 خطوات بيوصوا فيها الدكتورتين لرفع معدل الحرق بشكل طبيعي. أول شغلة، ابني عضلاتك بذكاء. دراسة نشرت بمدسن اند ساينس اند سبورتس اند اكسرسايز أكدت أنه النساء يلي بيمارسوا تمارين مقاومة 3 مرات بالأسبوع لمدة 3 أشهر زاد معدل الحرق عندهم بنسبة 6.8% حتى بدون أي تغيير بالنظام الغذائي. العضلة بتحرق سرعات حتى وانت نايمة حرفيا. وتاني وصية هي ناموا وكأنه صحتكم معتمدة عليه لهذا النوم، لأنه هي فعلا هيك. الدكتورة نيكولا بتستشهد بدراسة من American Journal of Clinical Nutrition يلي بتقول أنه النوم أقل من 5 ساعات بالليلة بيؤدي لزيادة تناول سعرات حرارية بنسبة 385 سعرة حرارية إضافية يومية وبدون ما نحس. وثالث توصية هي كلوا لتغذوا جسمكم ومو لتجوعوا حالكم. في دراسة من جامعة ميزوري وجدت أنه الأشخاص يلي بياكلوا 30 جرام بروتين خلال 30 دقيقة بعد التمرين عندهم نشاط حرق أعلى ب 25% مقارنة بالناس يلي ما بيتناولوا بروتين بعد التمرين. البروتين هو مو بس لبناء العضلات، هو المفتاح لتحفيز عملية الحرق. هدول كانوا 3 توصيات يلي جمعت لكم ياهن من دكتورة فوندا رايت والدكتورة لويزا نيكولا لا تقدروا ترفعوا مستوى الحرق عندكم. واخر شيء بدي لكم يا انه الميتابوليزم هو ما له لعنه وراثيه او لانك ضحيه العمر، يعني ما له شيء نحن لازم نخاف ونقلق منه.
هو عبارة عن نظام ذكي، وكل ما فهمنا كيف نغذيه ونحافظ عليه كل ما صار يخدمنا أكثر. اعملوا تمارين مقاومة، ناموا منيح، خففوا توتر، وكلوا لتغذوا جسمكم مو لتعاقبوا حالكم. أتمنى أن أكون قدرت فيدكم بهذا الفيديو، وبشوفكم بالفيديو اللي بعده.